باجا انا ما سرقتش الانتصار نتاعها، تستحق باش تفوز علينا. سجلت خزورتو، معناها سي با فاسيل باش تسجل معناها في 31 دقيقه 3 اهداف للترجي الرياضي التونسي. دونك اون ميريتي دو بيردر البارح باش نكملوا نخدموا على رواحنا. جاو دي سيركونستانس اللي خلتنا خسرنا، عملنا ديفونت انديفيدويال، ما حضرناش ماتشونا كيما بالقدا معناها من ناحيه اخرى. دونك اون تورن لا باج ونكملوا نخدموا على رواحنا ونخموا في ماتشونا الجاي نتاع سانشاين. الترجي مازال في الطليعه، مترشح للدور نصف النهائي نتاع الشامبيونز ليج، يعني مسيره ممتازه جدا نتاع الترجي التونسي. ما فهمتش معناها على الاقل صارت تحب تولي وضعيه، ما فهمتش وضعيه نتاع الترجي. البارح خسرنا، نستحقوا باش نخسروا. الاولمبي الباجي معناها كما قلت نابا فولي الفيكتوار نتاعو، اختار طريقه اللي تتماشى مع امكانيات اللاعبين نتاعو. ما نحبش نقول ارضيه الملعب، خاطر ارضيه الملعب كانت سيئه جدا، عملنا اغلاط فرديه، عاون شويه عاون برشا سي سعيد، لانه الهدف الاول شفتوه معناها اللي دخل اولمبي الباجي في المباراه كان فما فوت على وليد الهيشري. 3-0 عندنا بينالتي انديسكوتابل، خاطر مش كيما تدخل الفيستير خاسر 3-0 كيما تدخل 3-1. وبعد معناها هاكم شفتوا معناها التخريجي انا من التيران جاء بعد ما خذت تعليمات في التليفون بين الشوطين. الله اعلم شكون عطاه التعليمات، ان شاء الله ما يكونش اللي في مخي انا. خاطر نورمالمون وقت اللي سي فا ديسيدي باش يخرجني وقتها يعلمني، ولا يبعث لي الفيستير واحنا في الميتون، مش بعد ما نرجعوا. وانا شنو اللي صار ما بيناتكم خاصه في اللقطه هذيك اللي اثرت برشا احتجاجات؟ انا دخلت له قلت له راه البونتو الاولاني اللي تاشي معناها فما فوت معناها كبير على وليد الهيشري. ان شاء الله ربي تحفيك، كان انت معناها غلط، وان شاء الله ربي تحفيه كان انا ما غلط، هذيك ماهيش فوت. وكلمته على البينالتي قال لي لا ما ثماش بينالتي. هو كي دخلنا في الدوزيام تو مش انا معناها قال واحد اللي موجودين معانا قالوا راهو عندنا بينالتي، راهو قالوا لنا عندنا بينالتي انديسكوتابل في التليفون. قالوا لا، حتى انا جاني تليفون وقالوا لي يعطيك الصحه راهي ماهيش بينالتي. دونك كي هذيك اللي قال له راهي ماهيش بينالتي يعطيك الصحه، هو اللي اعطى التعليمات باش يخرجني انا. دونك ظهر انه فما حمله ضد الترجي الرياضي التونسي، انا حسيتها من ماتش بني خلات. ما حبيش نتكلم خاطر ماتش بني خلات عندنا دو بينالتي انديسكوتابل ما فيهمش كلام، ما نجمش يغض عليهم طرف. الحكم زاد نتاع بني خلات حب يرجع بني خلات في المباراه، فما فوت على معز بن شريفيه في الدقيقه 86 شويه لما ركاو هنا كورنير شارج عليه في 5 متر 50 عليه. كيف كيف نحس اللي فما حمله يحب ينحيونا معناها الشامبيونا من عينينا، لكن انا نقول لهم رانا باش نهزوا الشامبيونا باذن الله، باذن الله رانا باش نهزوا احنا. والترجي راهي ما تزعزعش، عندها رجاله. اللقطه اللي صارت بينك وبين الحكم اللي اثرت برشا احتجاجات، اللي برشا قالوا اللي تحلفت مع شي زفر للترجي، ولا تحلفت فيه، ولا شنو بالضبط؟ ما نجمش نتحلف فيه خاطر مانيش انا نعاين فيه باش نتحلف فيه، ولا معناها سي با سا. قال لي قلت له قال لي مثال شاني سامحتك، قلت له ما انا ما حشتيش بواحد كيف كنت باش يسامحني باللحيه هذه، مش واحد كيف كنت باش يسامحني انا. فهمت؟ ما حاجيش بواحد سيفري، ما حاجيش بواحد كيما هو باش يسامحني، خاطر انا ما عملتش حاجه تستاهل السماح. انا دعيت به هو كان هو غلط، ودعيت بروحي كان انا غلط. انا كان جالي ديانا نكملوا لي ماتش نتاعنا الكل افيك دي زاربيتر اترونجي، احنا ليسبيرونس خاطر وين مستهدفين من لي زاربيتر تو الظاهر عندنا مده، انا وين مستهدفين. اذا كان انت في دو ماتش عندك كاتر بينالتي ما يتعطاوش، سي با نورمال، ماكش عامل عليا مزيه راهو. كي تزفر لي الاولى تنجم تزفر لي الثانيه والثالثه اذا كان انا نستحقهم، خاطر اذا كان ليسبيرونس نجي نهرس لادفيرسير ونلعبوا في شطر التيران نتاعو، سي نورمال باش ايفاكو متر بوكو دو فوت في سيرفاس دو ريباراسيون. اذا كان ما تعطينيش كوفرونيتي، ما تعطينيش بينالتياتي، كيفاش كومون جو مون سورتير؟ ما تعرفش ليزاربيتر تو يتغشوا كي تحب ليزاربيتر اترونجي؟ يتغشش اللي ماهوش نزيه، اللي يحس روحه معناها ماهوش نزيه، واللي يحس روحه عنده كره للترجي الرياضي التونسي هو اللي معناها ينجم يتحس. اما الاربيتر اللي يبدا كوريكت ما عندوش علاش يتحس. فؤاد البحري عمل ماتش تري كوريكت ليسبيرونس وليتوال، وشفناه انه يافي با بينالتي ليتوال ماتش 2-0، قامت القيامه وتعاقب فؤاد البحري على بينالتي ماهوش بينالتي، وبن حسانة بينالتي من صنع الخيال نتاع الستاد ضد السيابي، الفوت ما ثماش وزيد البر نتاع 18 متر ما تعاقبش. شنو هذه؟ ما ماشي ولاد صغار عاد، معناها ظاهر ان حمله ضد الترجي موجوده، ما نجموش نقول. الله اعلم، الله اعلم، الله اعلم. ان شاء الله معناها المناخير. شنو بالمعلومه مثلا خاف اكثر من الاولمبي اللي بيجي ويلعب تروا بيفو مثلا؟ انا حط دي بلي في بلاصه واحد من التروازي ترونجي اللي هبطوا، حطوا انت ولا حطوا هما اللي معنا في الاختيارات اظن. نحني انقل حط دي بلي، ضحكت ولا الحكايه، ولا نحي افول، ولا نحي معناها
يوسف البلالي اللي بدا رجع في الفورمه نتاعه، وعملته معناها جمع اونترمون سبيسيفيك باش يرجع فيس عملها للفورمه نتاعه. انا هذه ناس ما عندها ما تصنع. عندنا كوتا، هذه مش مني انا، عندنا كوتا نتاع ايترونجي يحكم فينا، كوتا نتاع ايترونجي يحكم فينا. دونك هو اللي خلينا معناها، وهذه باش تصير ديما، راه مش توا تو غدوه معناها. كان ناحيه واحده اخرى، علاش دخلت ديدي وناحيه تفول بار اكزومبل، ولا علاش دخلت ديدي وناحيه نيانك، ولا علاش دخلت ديدي وتو الماتش اللي فات ربحنا نزيرو مركز ديدي، كان احنا عملنا ماتش نول، علاش ديدي ليبري مش يوسف البلايلي؟ الترجي صاحب المركز الاول مازال مع سي بي، لكن ما يخولوش بالفوز باللقب لانه تعرف المواجهات المباشره هي اللي تحكم عليه. لا انا في باريس من المواجهات المباشره تحكم، في باريس قانون يتبدل في عام، انا ديما كي يصير تبديل قانون يصير في العام اللي بعده. انا نعرف انه معنا جولاف جولافيراج نتاع اللي كانش تبدل وانا مازلت ما رجعتش، مازلنا في السيزون تاع 2011. ما نجمش يدخل معناها حيز التنفيذ توا، ديما معناها القرارات اللي تتخذ تاخذ اون سيزون ابري، ما نجمش يدخل توا تو سويت. اقصاء النجم هذا ساحلي، انا ديزولي برشا بور ليتوال، مش لك معناها الناس اللي ضربت بالحجر واللي هلكت الدنيا واللي شويه قتلت لنا، ما قتلت لنا الملاعبيه، كي يقول قتلت لنا، قتلت لنا الملاعبيه، خاطر هذوكم ما ينتميوش للرياضه باي صله وما ينتميوش ليتوال بحتى صله، معناها خاطر ضرب الحجر بدا ملي وصلنا احنا للستاد، مازلنا ما تخناش وانتم كنتوا موجودين وشفتوا، معناها ما خلوناش نهبطوا حتى من الكار، فهمت؟ وحجر كبير معناها نتاع ضاله نتاع الستاد. برشا نبوا عليك قالوا نبيل معلول كلي اصطنعها، معناها كلي حب يعملها باش سوا ديزون يخرج ليتوال ويخرج من لعبيه ليتوال من الكورس. اصطنعت شنو هو؟ معناها قالوا زاد فيها شويه نبيل معلول، ما كروش عمل لك هيك، كرو هو زاد ريت الاجواء، ما كروش تصرف هيك، ما كروش طلب باش يوقف الماتش. مش انا طلبت، انا ما حبيتش لو سولي، ما حبيتش الماتش يقف، خاطر كنت نسبيرونس كان نجم يربح ليتوال بسكور اكبر في نهارتها، خاطر الملاعبين نتاع ليتوال بعد 2-0 خرجوا من الماتش كومبليتمون، وما عادش معناها كونسونتري وتلمون يزيتي كونفلي، ماهمش حاضرين بالكدا بسيكولوجيكمون الماتش، معناها تلاهوا بالاكسترا سبورتيف. والشيء اللي صار هذاك الكل كان محضر جمعه كامله في الفيسبوك، هما حبوا يخوفونا وبعثونا ان لازمنا نخاف ولازمنا ندرى شنو، ما يعرفوش اللي احنا ماتش كوره ما فيش خوف، ماتش كوره يتلعب في التيران ما يتلعبش مره بالتيران، وذاك الكل كان محضر ملي احنا وصلنا للكار، ورئيس نجم الرياضي الساحلي هو اللي دخلنا باش هبطنا من الكار، وكان موجود وشاف الحجر وقت اللي كان على البنك. ممكن انا ما ما معناها ما دخولي للملعب الا وقت اللي ريت افول تجرح، وقت اللي راه افول عيط له باش نبدلوا شونجمون وجاتوا حجره من فوق جرح، انا طاحوا بجنبي ممكن ما لا يقل على 70 او 80 حجر. على كل معناها انا شفنا عاقبتها وين، كي تبدا ناس ماهيش عاقله وكي تبدا فما مسؤولين، ماهيش نحكي على المسؤولين الحاليين، المسؤولين السابقين اللي قالوا كان فما بروفوكاسيون، ما تنجمش تكون فما بروفوكاسيون في حجر كيما هكاك، الشيء هذا كان حاضر، كان بريميديتي من قبل. اي نحكي على عثمان الجنيح، شكون نحكي انا؟ نحكي على عثمان الجنيح اللي كل مره يحب يركب على الحدث، كل مره تصير حاجه وقت اللي من الاسباب، خاطر اون با فير دو بوبوليزم راه في الكوره. مش زعما انت باش تتقرب الناس معينه في الاتوال تحب ترد خساره شماعة تو، معناها الترجي هارب 18 نقطه على الاتوال سبب فيها بروفوكاسيون تاع نبيل معلول، العقوبات هذه انت هو متسبب فيها، خاطر يعمل في البوبوليزم، خاطر يفوز سيفير، الناس هذوما عادش ما تدخل الستاد اللي تعمل هكا، ومانيش نحكي بالنسبه لجماهير نجم الرياضي الساحلي، اي واحد يعمل هكا لازم ما عادش يدخل الستاد، لازم تكون فما انترديكسيون دو ستاد، لازم ناخذوا معناها عقوبات ردعيه للناس هذوما، خاطر الناس هذوما يوسخوا في تونس، هاي تضرت ليتوال في جرتو. تضرت ليتوال في جرتو. ها اغزر معناها لي سانكسيون. ومازالوا معناها هذه معناها توا باش الجمعه الجايه الشلف ما تجيش لتونس. معناها تو هذه الاجراءات اللي اخذت بسرعه ان شاء الله ما تكونش اكثر من هكا، خاطر ليتوال جمعيه كبيره وما تستحقش باش تكون معناها باش تاخذ عقوبات كيما هكا. البروفوكاسيون احنا صارت لنا من الاول، وشافوا هما احنا اش عملنا معاهم في تونس، احنا استقبلناهم استقبال كبير وفرحنا بهم، وجماهير النجم الرياضي الساحلي حطيناهم في الليلوش، وكانوا اكثر من اعداد الجماهير نتاع الترجي اللي تحولت للسوسه، كانوا اكثر منا برشا وفرحنا بهم وعملنا معاهم برشا حاجات، ومش مزيه يلزمنا نعملوا هكاك. كلام طويل وكلام فيه برشا صراحة وكلام فيه برشا حدة من مدرب الترجي الذي تونسي سيد نبيل.